لا تتطابق هذه الصورة الآتية من أسباير زون مع صور تأتي من مساحات أخرى على امتداد العالم. لا يحدث كثيراً أن تتفق أقطاب القارة العجوز على مكان بعينه يكون وجهة في شتاء كل عام جديد. بداية 2020 كانت استثنائية بكل ما في المصطلح من دلالات. صفوة فرق ألمانيا وهولندا وبلجيكا تأتي لترتيب الصفوف في منتصف الموسم، وتلتحق بها منتخبات تستعد لمواعيد قارية ومونديالية. تمهد هذه القامات لفرق أخرى قادمة بعد حين، وتمضي معسكرة الشتاء بين تدريبات ووديات في أجواء بمواصفات مونديالية في الوطن الذي يستعد لأول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط والوطن العربي الكبير. البايرن المقبل على رهانات صعبة في المشهدين الألماني والأوروبي كان في قمة الارتياح، وهو يقيم في الدوحة وللعام العاشر معسكره الشتوي. تزامنت إقامة البافاري مع زيارة القطبين الهولنديين أياكس أمستردام وإيندوفن في انتظار مواجهات مباشرة في غضون أسابيع قادمة. كذلك كانت الدوحة خيار كلوب بروج، وهو المتصدر للدوري البلجيكي الذي رافقه أوبن العائدة ملكيته لأكاديمية أسباير. كم من الضيوف يزيد في عالمية الفضاء العالمي ويشجع أقطابا أخرى على المجيء إلى هنا، حيث الإقامة المثالية والتجهيزات الأرقى التي تمهد لنجاحات التحضيرات والمعسكرات. أسباير زون تصدرت المشهد الدولي في الأمطار الأولى من 2020، وكانت جديرة بالثناء الذي غطى المواقع الرسمية لهذه الفرق الأوروبية العائدة إلى عواصمها ومدنها وهي في أفضل الحالات الفنية والبدنية. لبرنامج الحصاد، أمير فحصي، الدوحة.